وتعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة الأستاذ بجامعة أم القرى الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. دكتور عبد الحفيظ مرحبا بكم. يعني أنباء متواترة أن وزارة الدفاع أو وزير الدفاع سيعقد مؤتمرا صحفيا عن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، لكن هل توصلت المملكة العربية السعودية لأدلة قاطعة عن الجهة التي نفذت هذا الهجوم؟ مرحبا بكم. اهلا بك سيدي الكريم. حقيقة انا اعتقد يعني لا يعني المملكة العربية السعودية من يوم الهجوم حقيقة حددت ان الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم هي ايران وليس الحوثيين، رغم ان الحوثيين تبنوا هذا الهجوم بسبب ان الطائرات المسيرة وصواريخ كروز لا يمتلك الحوثيين، والمسافة 1500 كيلو متر بينما ما بين إيران وخريص وبيج 500 كيلو. نعم. ولذلك يعني أعتقد أكد يعني هذا الموقف هي الولايات المتحدة التي لديها الأقمار الصناعية ولديها التصوير الجوي، وحددت بالصور أماكن يعني الهجوم بشكل دقيق جدا. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لديها أدلة دقيقة جدا، وأيضا لدى المملكة العربية السعودية، وصرحت الولايات المتحدة على لسان وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تنتظر الأدلة التي تعرضها وزارة الدفاع الليلة. أنا أعتقد أن هذا الهجوم هو يعني ليست ورقة في يد إيران، بل أعطى فرصة للمجتمع الدولي. نجد الآن المجموعة الأوروبية تطالب برد جماعي، وهي التي كانت تقف إلى جانب إيران ضد الولايات المتحدة، وكانت تبحث الولايات المتحدة منذ زمن طويل عن تحالف دولي. أنا أعتقد أن إيران أعطت الولايات المتحدة هذه الفرصة، وأن التحالف الدولي يعني هنا سيكون هناك رد يعني حقيقة في هذا الإطار. دكتور، في هذا الإطار يعني تأكيدات لمسؤولين من الولايات المتحدة وأيضا من المملكة العربية السعودية تؤكد ضلوع إيران في الهجوم على مصافي النفط، كيف نتوقع الرد؟ نحن كإعلاميين وأيضا العالم ينتظر اليوم هذا المؤتمر. أنا أعتقد انضمام المملكة العربية السعودية للتحالف يعني الملاحي في مضيق هرمز والخليج العربي، أنا أعتقد هذه رسالة أن القادم سيكون هناك تحالف دولي للرد على هذه الهجمات. التوقع ذلك، وأعتقد كل التصريحات التي تخرج من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة، من بريطانيا، حتى من المملكة العربية السعودية تؤكد أنه سيكون هناك رد حاسم على هذه الهجمات، بل رد واسع جدا. وبذلك يعني اعتقد كل المجتمع الدولي بما فيها المملكه العربيه السعوديه كانت ترفض اي هجمات يعني ضد ايران قبل هذا. دكتور، تعتقد ان يعني الرد يرقى الى ضربه عسكريه طويله الامد، ضربه استراتيجيه، ام ستكون ربما ضربه استباقيه تكتيكيه؟ اعتقد ستكون يعني سيكون رد يوازي الهجمات التي قامت بها ايران. اعتقد الهجمات التي قامت بها ايران على جيج وهجر خريص يعني انا اعتقد هو يوازي الهجوم، هجوم هجمات 11 سبتمبر. ولذلك يعني اعتقد كانت هجمات 11 سبتمبر كان صاحبها ضربات عنيفه جدا على افغانستان. نعم. وطبعا هذا شريان نفطي، هو لا يمثل فقط يعني المملكة العربية السعودية، وان الهجمات على شريان نفطي عالمي يهدد الأمن العالمي حقيقة. ولذلك انا اعتقد الان تجد كل دول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، دول كثيرة في العالم تطالب بالرد السريع على هذه الهجمات. طيب دكتور، سنأتي على موقف المجتمع الدولي، حقيقة أستثمر وجودك معنا. هناك من يذهب إلى أن الرد
من قبل الولايات المتحدة وحتى من المملكة العربية السعودية ربما سيطال المنشآت النفطية الإيرانية، هل تتفق مع ذلك؟ من المؤكد يعني أنا يعني ستطال أنا أعتقد منشآت هي تتبع الحرس الثوري الإيراني، وطبعا هناك منشآت تتبع الحرس الثوري منها منشآت نفطية وغيرها، وهي لا تريد الحقيقة الولايات المتحدة أن يعني يشعر الشعب الإيراني بأنه هو المتضرر، وإنما هي تريد أن تحجم الحرس الثوري نفسه ومصالحه، ولديه مصالح كثيرة في بندر عباس في مناطق يعني حيوية تتبع الحرس الثوري. لذلك سيكون الاستهداف في الحقيقة بشكل خاص للمنشآت الحيوية التابعة للحرس الثوري. طيب دكتور عبد الحفيظ، هل تعول المملكة العربية السعودية على المجتمع الدولي لا سيما أن ربما يكون أمن النفط هي مسؤولية العالم ككل، هل تعولون على المجتمع الدولي؟ أكيد المملكة العربية السعودية لن تقوم بعمل منفرد في هذه الآونة، هي صرحت رغم أنها صرحت أيضا أنها هي قادرة أن ترد على مثل هذه الهجمات، ولكن المجتمع الدولي الآن، وصرحت أيضا المملكة العربية السعودية في تصريح آخر بأن هذه المنشآت هي تمس أمن الإمدادات النفطية العالمية، ولذلك سيكون هناك رد عالمي ودولي، وأعتقد أن الآن هناك في توجه نحو تشكيل تحالف دولي للرد على هجمات إيران، وأنا أعتقد أخطأت إيران في هذا الهجوم، واعتقد انه كان هو انجرار الى مثل هذا الخطأ الكبير لكي تقوم الولايات المتحدة بالدور الذي كانت تعمل فيه، ولكن المجتمع الدولي كان يمنعها من هذا بما فيها المملكة العربية. نعم دكتور، من مكة المكرمة الأستاذ في جامعة أم القرى الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لكم.